قم قم عطنا كلمة طيبة كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. شارفنا على الانتهاء في هذا البرنامج المبارك، وكان شريكنا في هذا البرنامج هو وقف الأم بمكة المكرمة بأطهر بقاع في الأرض، والصدقة أجرها عظيم. نذكر، صحيح أننا نذكر يوميا وفي كل فقرة وفي كل ساعة وفي كل دقيقة، ليش؟ لأن أجر هذا الوقف أجره عظيم جدا عند الله عز وجل، وصدقة جارية إلى قيام الساعة. فهنيئا لمن تصدق وبادر بنشر الأجر وبنشر الخير للغير. فالله الله باكتمال الوقف بإذن الله، وهانت يا شباب بإذن الله هانت. في أقرب وقت إن شاء الله نسجد فرح بإذن الله باكتمال هذا الوقف المبارك، ويجي الأوقاف اللي بعدها ونشارك ونبادر. وتذكروا دائما الدال على الخير كفاعله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعطيك العافية وجزاك الله. اللهم آمين يا رب. أفضل مشروب دائما. الله يجزاك خير يا أفضل إعلان خصم.